يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهذا هو مفهوم التسامح والسلام اللي ننشده في الكويت، واللي طبقته عائلة كويتية مسلمة على مدى سنوات، لما أجرت المنزل اللي تملكه على جماعة من الطائفة المسيحية لإقامة كنيسة. أحمد، شلون بدأت القصة من الجد؟ الله يدي يسولف لي، يروي لي القصة. طبعاً بعد أنا ما انولدت، بس يروي لي القصة بأن في جماعة مسيحية قاعد يدورون على مكان مناسب لإقامة صلواتهم، وهم قاعد يدورون زكوا اسم يدي اللي هو الحاج قلوم رضا إشكناني، فرحب بالفكرة وأعطاهم، كان يملك البيت هني بسلوة، فأعطاهم البيت بسعر رمزي. على مرور السنوات الحج كثير ما هو متسامح وما يبي أحد يضايقهم، فراح شرى الأرض اللي جنب الأرض المبنى اللي بالبداية اللي أجر لهم، قال على أساس ما يكون أحد يضايقهم، كان يفكر المستقبل البعيد. أبو أحمد، الجيران والفريج شنو علاقتهم في هذه الكنيسة؟ والله صراحة أغلب الدواوين إذا مو كلها، الكل يشيد بمبادرة يدي الله يرحمها في إعطائهم البيت لإقامة صلواتهم، ويشيدون أكثر أن أنا الحفيد مشيت على وصية يدي بالحفاظ على البيت، وزيارتهم في مناسباتهم الدينية والسؤال عن احتياجاتهم إذا شيء ناقصهم أو لا. اتصالات إجت لنا، اتصالات من النواب، من بعض الشيوخ لما كنا نزور دواوينهم، يقول ما شاء الله عليكم، قواكم الله عدل. لما أنا أروح أوروبا مثل ألمانيا وأمريكا أشوف مساجدنا هناك، دولة قاعد تسمح بإقامة المساجد، زين إحنا في دولة مسلمة ودينا يسمح للتعايش والتسامح الديني، فإحنا من الأولى. أبو أحمد، لو انعرض مبلغ 10 ملايين لبيع هذا المنزل؟ لا طبعا لا، يوم سالفة الفلوس سالفة المبدأ، ان يدنا الله يرحمه وصاني وصي، قال يبا دير بالك اذا تبيع الحلال البيتين بالذات ما تبيعهم. ما ادري شنو العلاقة المحبة بين اليد وبين الجماعة اللي يوصيني يقول دير بالك انك انت تفرط وتبيع هالبيتين. يو ناس ضايقونا ورفعوا السعر عساس يستدخلون البيتين ويطردون الجماعة المسيحية من البيت. سعر السوق خلينا نقول 350، سعر السوق الطبيعي يزيد شوية ينقص شوية، بس إنه أساس يضايقونه ويأخذون المكان لإخراج الكنيسة من هذا البيت، وكان يرفعون السعر بحيث إن إحنا ما نقدر على السعر العالي وننسحب، وهم يرفعون وإحنا نرفع ونرفع ونرفع، لما الله وفقنا يعني كل قسيمة فيها 550,000، القسيمتين صارت 1,100,000 تقريبا. الحاج غلوم هو من الأشخاص اللي محبين لله ومحب للآخر، محب للإنسان، ودائما الإنسان المؤمن ما في ما يحب خليقة الله. هو باندفاع وقناعة منه قدم لنا هذه الأرض أو هذا المكان حتى لنقيم الصلاة فيها بكل بفرح وبكل ممنونية، وعارف أنه نحن مسيحيين، ولكن ما كان عنده مشكلة أبداً، لأنه إنسان مؤمن حقيقي.